السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم بيكون إن شاء الله عن القهوة. من أين تكتسب القهوة المختصة أو السبيشاليتي كوفي نكهاتها؟ القهوة المختصة أو السبيشاليتي كوفي بما أنها قهوة مراعى فيها جميع وسائل أو الجودة في جميع مراحلها. فاختلاف النكهات ما بين حبوب القهوة هي نفس الفكرة من اختلاف النكهات في التمر مثلا السكري غير عن الخلاص، وسكر القصيم غير عن سكر المدينة، وخلاص الحسا غير عن خلاص القطيف غير عن خلاص الخرج، وخلاص مزرعة أبو حسين اللي في الحسا غير عن خلاص مزرعة أبو عبد المحسن جاره، طعمهم يختلف. ليش؟ نفس الفكرة في البن، ارتفاع وانخفاض المزرعة عن سطح الأرض، سلالة الشجرة، نوع التربة، عملية الري، الشمس هذيك السنة كيف كانت، العوامل الجوية، عملية معالجة القهوة بعد حصاد. وهذه كلها قبل نجي بعد لنقطة رئيسية ومفصلية، حصة القهوة، عولجة القهوة وصلت إلى المحمصة، وزع هذا المحصول إلى 10 أو 100 محمصة، كل حماص بيطلع بنكهة من هذه القهوة مختلفة عن الحماص الآخر. ربما تكون النوتات أو ما سيخرج منه متقارب جدا لكن مختلف. أن الحمص أغلب المتابعين وأنا أيضا كنت أحسب نفس الفكرة أن الحماصة حقتك تشغلها على حرارة معينة، فببساطة كنت أنا أفكر أو كلنا مفكرين أنها زي قدرة الضغط، قط الحبوب قفل عليها حمصها ربع ساعة مثلا بحرارة 200 وطلعها. المسألة والله ما هي كذا، المسألة معقدة وفيها تجارب وفيها علم كبير جدا. العلم هذا هو اللي يطلع لنا بقهوة ذات جودة عالية ويبرز لنا النكهات المميزة في القهوة، وأيضا يخفي بعض النكهات الغير مستساقة من القهوة. طبعا النكهات هذه والأشياء هذه تتضح أو تقدر تطلعها من القهوة الخضراء ذات الجودة العالية. القهوة التجارية بما أنها سيئة فايش يسوون لها؟ يحرقونها على أساس يطيرون النكهات السيئة اللي فيها. فأنت باختصار قاعد تشرب قهوة طعمها دخان حراق قهوة ما فيها أي نكهات، هذه القهوة التجارية ببساطة. طيب كيف توصف نكهات القهوة وعلى أي أساس؟ هل أضيف عليها نكهات وقت الحمص أو هذا؟ لا أبدا، توصف نكهات القهوة توصف بالإيحاءات اللي هي تعطيك إياها أو تذكرك بنكهة أو بطعم معين. كلنا قد ذقنا مثلا التفاح أو المشمش أو الخوخ، هل تمعنا وين الطعم يضرب؟ كيف طعم التفاح الناضج، التفاح اللي مو ناضج، التفاح الأخضر، التفاح اللي فيه نكهة قوية؟ طبعا ببساطة في نكهات أول ما تجيبها أول ما تذوقها على طول تذكرها، تقول مثلا هذه ذكرتني بالتفاح. في أشياء ممكن تجيك بس أنت ما أنت متذكرها بس أنت عارفها يذكرونك فيها فتذكرها وتجيبها. في نكهات مستحيل أنك أنت تجيبها لأن مستحيل أنك أنت ذقتها. تخيل مثلا أنك أنت ما ذقت، تخيل مثلا أنك أنت ما ذقت مثلا اللي هو الباشن فروت أو المانجوستين، أبدا ما تقدر تربط. اللي ممكن ما ضاق هذه الفاكهتين الحين سمعهم مروا عليه كاسم لكن كنكهة لا، لكن لما نقول لك ليمون تذكر نكهة ليمون بالفم؟ تخيل اني جيتك الحين او انك عصرت ليمون في فمك، شفت الحمضية كيف في فمك، شفت اللعاب كيف سال، الحين انت تذكرت الليمون لان الليمون اردي انت مخزنه داخل مخك، فعساس كذا قدرت تتذكر النكهة. لهذا السبب وعلشان يتفق الجميع على الروائح وعلى النكهات وعلى أساس الواحد لما يقول هذه نكهة توت مدمن القهوة أو محب القهوة الآخر أو المحمص الثانية أو المزرعة يعرف إيش وصف نكهة التوت، فالجميع يكونون متفقين على نكهة التوت المعينة، لا هو توت خايس ولا هو توت مستوي بزيادة، لا توت معين. الآن يسوون هذا الكاليبريشن أو كاليبريشن أو المعايرة أو وضع المعايير في مجموعات لتذوق نكهات القهوة أو لتحديد نكهات القهوة. هذه المجموعات تسوي لك الكاليبريشن. الحديث شيق جدا عن النكهات، وصلنا الباكج هذا أمس اللي من أرامكس اللي عطلوه تقريبا شهر كامل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قبل أن نكمل الأنبوكسنج مكتوب لنوز دي كافي، يعني ما احتجت أني أستعين بجوجل عشان أنطقها لكم، نطق الخايس هذا.
طبعا فعلا ترجمتها هو أنف القهوة أو خشم القهوة أو النكهات اللي أنت تقدر تشمها عشان تعاير خشمك لنكهات القهوة. طبعا الباكج هذا المفروض أنه ذويقة القهوة والمحامص ومحلات المحترف حقت قهوة يكون عندها، على أساس بين فترة وأخرى يبدأ يعاير وزنية خشمه على القهوة اللي عنده والنوتات اللي بيحطها بالقهوة، أو بالأحرى النوتات اللي بيوصف فيها القهوة. بسم الله. طبعا كان مغلف، أمس فكيت الغلاف حقه عندهم عشان أتأكد ما في شيء مكسور. طبعا هذا هو مكتوب Learn to taste and smell coffee، تعلم كيف تتذوق وتشم القهوة. هذا في تقريبا أهم 36 رائحة أو نكهة تحتاج تتعرف عليها في عالم القهوة. هذا جين لونيغ مؤلف المجموعة، ما أدري نطقت اسمه عادل ولا لا، ما أدري هم شلون ينطقون الأحرف بالفرنسية. المهم الآدمي هذا مولود في مدينة بروغاندي أو بروندي في فرنسا، هي عاصمة الواين في العالم. وجد صعوبة في وصف الواين، فعام 1981 أطلق مجموعته الأولى اللي هي لانوس دي واين اللي هي حقت الواين، وعام 1997 أطلق مجموعة الكوفي ولله الحمد، وفي 2013 أطلق حقت الويسكي. اللي يهمنا في الموضوع إن عليه خشب مب صاحي، فالفكرة إن هذه المجموعة جات تعتبر عندها زي الطقطقة من سهولتها. هنا نقول بسم الله. طبعا يجي مع المجموعة هذا الكتيب أو الدليل، أو نفتح الكتيب. الموضوع زي ما انتم شايفين ما في مزح، هذا خط وانشل اللي جمع المجموعة هذه حقتنا. وبعدها نجي هنا في هذا الكرت اندكس أو دليل سريع للروائح 36، وداخل الكتيب وصف لكل نكهة من هذه النكهات أو رائحة من هذه الروائح ورسمة جميلة. طبعا ببساطة في تقسيمات عنده بسيطة: سبايسي، بهارات، فلورال، ورد، فروتي، أنيمال، تيستي، كيميكال. نجي نفتح الصندوق. بسم الله. وهذا صندوقنا ابو 36 رائحة. باختصار انت ترفع كل علبة مرقمة، تفك العلبة تشمها. مثلا عندنا رائحة 26 نشمها، وبعد ما نشمها نتعرف عليها. جميل جدا اذا انت قدرت تتعرف عليها بدون ما ترجع الى الاندكس او الى الدليل حقها. تعرف عليها وترجع تأكد هل أنت خشمك قاعد يشم صح، أو هل أنت ربطت الرائحة صح، ومن ثم ترجع إلى 26 دارك شوكولت زي ما احنا شايفين. تروح إلى الدليل هذا وتقرأ الدارك شوكولت وتفاصيلها. نشوف الرسمة هنا حاطينها سوادة. وبهذه الطريقة أنت تبدأ تقوي ذاكرتك وتزيد من رصيدك في الذاكرة وتقوي حاسة الأنف عندك والربط بين الروائح. احنا بنذوق القهوة ليش نتكلم عن الرائحة؟ لأن للتذوق علاقة كبيرة جدا جدا بالرائحة. جرب انك انت تاكل حاجة وانت بقفل خشمك وتتذوق طعمها، ما تقدر تذوق. الشيء اللي بيوصل لك مالح حالي، وايضا ممكن شيء حار سبايسي. بس تفاصيل نكهات فلفل رومي، الاشياء الجميلة هذه، الاشياء اللي تلعب فمك، ما حيجيك منها شيء. سؤال بسيط: هل للقهوة أو القهوة تأخذ نكهاتها من النباتات المزروعة حول نباتات القهوة؟ مو بشرط. يعني مثلا الأريكا قديو فلورية أو فيها نكهات الورد، هل معناتها أنها مزروعة وسط مزارع ورد؟ لا. طبعا المجموعة هذه معتمدة من منظمات القهوة العالمية المختصة. خلونا بعد نتكلم كيف تبدأ تربط وانت تتذوق القهوة. دولاب النكهات من اسكام منظمة القهوة الأمريكية. مثلا جينا تذوقنا أو شمينا في الإريكا قديو فلورال أو ورود، خلاص نجي على الورود. ما تقعد أنت شميت فيها ورود تروح حق الجرين، لا، تروح على الورود خلاص تبدأ تخش بالتفصيل أكثر. عندنا زي ما احنا شايفين ثلاث تفصيلات للورود: جاسمين اللي هو ياسمين، وروز، وشنو هذه، كاميميلو أو شيء زي كذا. فأنت تاخذ. وبعد ما حددنا من الفلورال إن هي أيضا فلورال ما هي شاي أسود، نحدد هل هي جاسمين اللي هو ياسمين ولا روز ولا بابونج. فمثلا عندنا إريك قديو فلورال وروز اللي هو قريب من الورد المحمدي. ليش مو جاسمين؟ لأن الياسمين يعطيك على حمضية ليمون أو ليمونية، ورود ليمونية. وليش ما هو كاميلو اللي هو بابونج؟ لأن البابونج نكهته عسلية أكثر. فكلما تعرض أنفك ولسانك وذائقتك للأشياء أكثر، عرفت أنت تفرق ما بين الجاسمين، فتكون عارف تفرق ما بين ريحة الياسمين وريحة الورد المحمدي
والجوري وريحة البابونج. أما إذا أنت ما تفرق بينهم ولا هم في ذاكرتك الآن، فما تقدر تفرق بينهم أو نكهاتهم في القهوة. على أساس كذا الناس اللي تحب تتذوق القهوة تلقونها تحب تتذوق كل فاكهة وكل شيء جديد يمر عليها. فالفكرة ما فيها أنك أنت تراجع هذه المجموعة وتضيفها إلى ذاكرتك وخلفيتك، وبعدين لما تجي تتذوق القهوة أو كب تجي تستعين وتستخدم دولاب النكهات أثناء الكبينج أو تذوق القهوة إذا كنت ضايع، فتدلك على الطريق الصحيح. لمين موجهة هذه المجموعة؟ هذه المجموعة موجهة للمحامص والناس اللي متذوقة القهوة جدا، اللي تبي تسوي نفسها كالبريجن، يعني الناس اللي ممكن تقيم القهوة وتصف القهوة وتحط لها نوتاتها ونكهاتها، هي اللي تحتاج هذا الشيء. ما كمستخدم قهوة عادي وكمستمتع قهوة أنت ما تحتاج هذا. كمتذوق عادي أو كهاوي يكفيك أنك أنت تستمتع وتتذوق بالفواكه وتبدأ تربط بينها وتفصل نكهاتها. إضافة إلى ذلك نفس الفكرة بالنسبة للبهارات ونفس الفكرة بالنسبة للخضروات. إذا عجبتك سنابات اليوم واستفدت منها انشر.